The Jeddah Book Fair does not only have adult books, but also children books and educational toys. And also many cultural festivities. So I am here at the Jeddah Book Fair, the third one, and I am wandering around. And there are many publishers, of course, like usual, and they have a lot of kids section. I really enjoyed it. The best thing about books is to find the books that are rare and not available in bookstores. جناح الهيئة المصرية للعامة للكتاب لأحد فروع وزارة الثقافة المصرية. إصداراتنا متنوعة وأسعارنا في متناول الجميع، وده اللي تتميز به الهيئة المصرية للعامة للكتاب دون عن غيرها. طبعاً إحنا بنتكلم أو إصدارات الهيئة الحقيقة ما شاء الله كثيرة، منها الأدب ومنها الفلسفة ومنها الدين ومنها 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 العلوم العامة ومنها الطبيعيات ومنها سلسلة الجوائز العالمية والنقد إلى آخره. لو عدنا نتكلم عن إصدارات الهيئة العامة للكتاب الحقيقة مش هنخلص جدا الحقيقة، ودي بتسري مش يعني الثقافة المصرية بس، لأن الحقيقة دي بتسري الثقافة المصرية والعربية بل والعالمية، لأن منها كتير ترجم إلى عدة لغات، وده شيء الحقيقة احنا بنفتخر بيه احنا كمصريين اولا ثم عرب. عندك نجيب محفوظ وكده. طبعا في حاجات مترجمة لنجيب محفوظ، في بعض حاجات قصص نجيب محفوظ التي لم تنشر، في دواوين لإسماعيل صبري وغيره وغيره، في قصيدة الرفض للدكتور جابر عصفور، من الحاجات اللي تميزت بها الهيئة أيضا إصدارات عبد الرحمن الأبنودي، جمال الغيطاني، المجلات الأدبية وغيرها زي مجلة إبداع، مجلة علم النفس، مجلة عالم الكتاب. إصدارات الهيئة العامة للكتاب كلها الحقيقة سرية. This was the end. I hope you enjoyed my coverage.